لسه مكملين الفعاليات اللي يمكن تم حدوثها في عيد الفطر المبارك، وبيقولوا دايما الوقاية خير من العلاج. انطلقت مبادرة للتوعية بمخاطر وأضرار التدخين والإدمان في أيام العيد من خلال توزيع هدايا ولعب للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين. كمان بيتم تنظيم رحلات نيلية للمتعافين من الإدمان وزيارة معبد دندرة بمحافظة إنا في إطار برامج خاصة للمتعافين. نتعرف أكتر يا بسنت على تفاصيل مع الأستاذ مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير على حضراتكم يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. حابين نتعرف من حضرتك على أبرز الفعاليات اللي تم تنظيمها للتوعية بمخاطر وأضرار التدخين والإدمان خلال أيام العيد. خلينا أقول لحضرتك، يمكن إحنا بشكل عام يمكن على مدار العشر سنين اللي فاتوا الحقيقة كان في اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف مشكلة ومكافحة التعاطي في مصر، ويمكن الحقيقة يمكن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إحنا بنشتغل على أكثر من محور، إحنا بنشتغل على المحور الوقائي، وزي ما حضرتك أشرت إن إحنا بننفذ برامج توعوية متكاملة لحماية ولادنا وأطفالنا وشبابنا من تعاطي المواد المخدرة. بالنسبة للأعياد والمناسبات دي بتمثل لنا أهمية كبيرة إن إحنا الحقيقة بننزل نوعي الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وإزاي لو لا قدر الله الأسرة عندها ابن بيتعاطى مواد مخدرة إزاي تتواصل مع الخط الداخل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي هو 16023 للحقيقة للحصول على كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا وسرية تامة. أيضا إحنا بننفذ برامج توعوية لأطفالنا والنشأ الحقيقة، وده لرفع وعيهم بخطورة التدخين، وده من خلال ألعاب وورش حكي كلها مرتبطة بأضرار تعاطي المواد المخدرة، وكلها لتنمية مهارات الطفل لرفع وعيه بخطورة التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة. احنا أيضا الحقيقة كمان عندنا برنامج في غاية الأهمية بنصحح المفاهيم المغلوطة لدى شبابنا عن تعاطي المواد المخدرة، زي إن الحشيش مش إدمان، زي إن المخدرات بتساعد على تنشيط الذاكرة، على نسيان الهموم، وكتير من المفاهيم الخاطئة. والحقيقة المفاهيم المغلوطة دي ما جاتش من فراغ، لأن احنا لما بنحلل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الداخل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي هو 16023، احنا بنشوف ايه ابرز العوامل الدافعة للتعاطي، بنلاقي منها حب الاستطلاع والتجربة اللي مرتبطة بالمفاهيم المغلوطة اللي اشرت لحضراتكم عليه. عشان كده احنا عندنا برنامج الحقيقة وقائي بننفذه في الجامعات المصرية، وبننفذ مبادرة اسمها مبادرة خدعوك فقالوا. هدف المبادرة تصحيح كل المفاهيم المغلوطة اللي اشرت لحضراتكم عليها لدى شبابنا وطلابنا في الجامعات. احنا يمكن على مدار الفترة اللي فاتت نفذنا اكبر برنامج وقائي لتوعية طلابنا في المدارس، خاصة المرحلة الإعدادية والثانوية. البرنامج الوقائي كان بيعتمد على بث فيديوهات توعوية متكاملة، الفيديوهات دي بتحكي رحلة التعاطي وبتبرز الأضرار اللي هي بيتعرض ليها المتعاطي للمواد المخدرة، سواء كانت أضرار نفسية أو صحية، وبالتالي بنرفع وعي أولادنا بخطورة تعاطي المواد المخدرة. أستاذ مدحت، يعني عندي سؤال بس عشان ما نخرجش من النقطة دي، أنا عايز أعرف من خلال دراستكم للمتقدمين للتعافي، الأعمار اللي بيبتدوا فيها استخدام المواد المخدرة بتبقى من إمتى؟ يعني بنشوف للأسف بعض الأطفال من سن 11 سنة بيبتدوا فعلا يشربوا سجاير. خلينا أقول لحضرتك، ويمكن سؤال حضرتك يعني في غاية الأهمية، لأن احنا الحقيقة لما بنحلل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن احنا بنعرف ايه الفئات العمرية، بنعرف الفئات المستهدفة، بنعرف أبرز أنواع المخدرات انتشارا، بنعرف كل الحقيقة الدوافع الخاصة بالتعاطي، عشان لما نيجي نضع الاستراتيجيات والخطط الوقائية كلها تبقى مستندة على أساليب علمية. عشان كده كل الحملات الإعلامية اللي احنا الحقيقة بنطلقها لتوعية شبابنا كلها الحقيقة مستندة على أساليب علمية. وزي ما حضرتك أشرتي إن سن التعاطي بيبقى أحيانا في سن مبكر، عشان كده احنا الحقيقة بننفذ أكبر برنامج وقائي زي ما أشرت لحضرتك، بننفذه في المدارس في المرحلة الإعدادية والثانوية، ويمكن على المدار اللي فاتت احنا نفذناه في اكثر من 9500 مدرسه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم. ايضا الحقيقه احنا عندنا البرامج التوعويه لاطفالنا بتبقى الحقيقه بتتماشى مع يعني اعمارهم المختلفه، زي البرامج اللي هي بتبقى للاطفال غير اللي بتبقى السن
للشباب غير اللي في الجامعات كلها الحقيقه، خاصه بتاعه الاطفال بتعتمد على ورش حكي كلها مرتبطه بالعاب وانشطه جميل. تفاعليه نقدر نرفع وعي اطفالنا بخطوره تعاطي المواد المخدره. جميل. ايضا فيما يتعلق بالشق العلاج اللي حضرتك اشرت عليه وان احنا بننفذ كمان يعني انشطه ترفيهيه ورحلات للمتعافين، احنا يمكن احنا عندنا صندوق مكافحه وعلاج الادمان بنتميز على مستوى الشرق الاوسط داخل مراكز العديمه التابعه للصندوق ان الخدمات العلاجيه لا تقتصر فقط على سحب المخدر من المرضى ولكن بتمتد الى خدمات الدعم النفسي، التاهيل الاجتماعي حتى لاول مره. جميل. يمكن كمان خدمات التمكين الاقتصادي، وده يمكن اللي بتتميز به مصر ممثله في صندوق مكافحه وعلاج الادمان ان احنا بنعلم المتعافين حرف بيحتاجها سوق العمل، وده الحقيقه في اطار اعاده دمجهم مره اخرى في المجتمع، وده الحقيقه بيساعدنا دي نقطة مهمة جدا. يمكن احنا على مدار الفتره اللي فاتت دربنا اكثر من 4500 متعافي على حرف بيحتاجها سوق العمل داخل ورش التدريب بمراكز العزيمه. ايضا اطلقنا مبادره في غايه الاهميه بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي ان احنا بنمول مشروعات للمتعافين، وده ايضا في ايجاد تمام. يعني مصدر رزق ليهم واعاده دمجهم في المجتمع. انا عايز اقول لحضرتك كمان اتفضل، احنا عندنا برنامج في غايه الاهميه وده يمكن بتكليفات مباشره من القياده السياسيه لمعالي الوزيره الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن ورئيس مجلس اداره الصندوق، بننفذ برضو ايضا برامج توعويه متكامله لاهالينا داخل المناطق المطوره بديله العشوائيات زي الاسمرات زي بشائر الخير زي المحفوظه. جميل. يعني ده جهد يعني بجد تشكروا عليه ويستحق الاشاده. ومره ثانيه بنكرر الرقم اللي حضرتك قلته، رقم مهم جدا 16023، اللي عنده اي مشكله فيما يتعلق بالتعاطي ممكن يتكلم وبيتم الحفاظ طبعا على سريه البيانات لمعالجه المشكله بشكل مباشر.